حوالي 8 ساعات قضيناها في وادي خورة، كان نصفها من نصيب الطرق الوعرة في الوادي بعد الفيضان. فقد لحقت شبكة الطرق أضرار بليغة أعاقت حركة السكان من الوادي وإليه. نحن بالنسبة للمواطنين صالح الحريشي وبن مزهل وكل ملاك الشيولات نزلوا أمس وفتحوا الطرق الذي تشوفونها ببساطة. هذا كله عمل فقط جهد مواطن، جهد ذاتي. نطالب الأولويات فتح الطرق أولا أمام الحالات المرضية والإسعافية، ثانيا ترميم ما يستطيعوا ترميمه مثل مشاريع المياه. بجهود ذاتية فتح السكان أجزاء من الطرق المغلقة، لكن قد يعود أهالي الوادي إلى أساليب تقليدية في حال تعذرت عليهم الخيارات الأخرى. نطالب الجهات المختصة أن ينزلوا ويشاهدوا بما يملي عليهم رب العالمين من مسؤوليتهم أمام هذا الشعب الذي تضرر من الحرب وتضرر من الكوارث الطبيعية وتضرر من كل شيء، وهم جالسين في عتق ينتظرون تقارير. ما إن تخلصنا من طريق الحجر الوعرة الموصلة إلى الوادي إلا وعلقنا في طرق الوادي الداخلية التي تمثل تحديا حريا في وجه الحالات الإنسانية الطارئة. عدنان المنصوري من وادي خورة بمحافظة شبوة لقناة يمن شباب.